سعر مواصفات هاتف إنفينيكس زيرو 40 5G رسميا. أعلنت شركة إنفينيكس أمس عن هاتفين إنفينيكس زيرو 40 5G وإنفينيكس زيرو 40 4G. سنتعرف في هذا الفيديو على مواصفات هاتف إنفينيكس زيرو 40 5G بالإضافة كذلك إلى السعر. جاء الهاتف يدعم شبكات الاتصال الجيل الخامس 5G، وقد تم الإعلان عن الهاتف الأمس 29 غشت، وسيكون الهاتف متوفر في 8 سبتمبر القادم. جاء تبعاد الهاتف على النحو التالي: 164.3 ملم في الطول، 74.8 ملم في العرض، 7.9 ملم في السمك، ويزن الهاتف 195 غرام. جاء الهاتف بشريحة سيم مزدوجة من نوع نانو سيم، كما جاء بخاصية IP54 لمقاومة الماء والغبار. قد جاء الهاتف بشاشة أموليد فولاتش دي بلاس تدعم مليار لون بتردد 144 هيدز مع HDR. حجم الشاشة يبلغ 6.78 إنش ودقة الشاشة 1080x2436 بيكسل مع طبقة حماية جورينغ غوريلا غلاس 5. جاء الهاتف بأندرويد 14 ومعالج ميديا تيك ديمينسيتي 8200 ومعالج رسوميات مالي جي 610 إنسي 6. الهاتف لا يدعم تركيب بطاقة خارجية ميكرو اس دي. وقد جاء الهاتف بنسختين: 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجابايت من الرام، 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي و12 جيجابايت من الرام. فيما يخص الكاميرات، فقد جاء الهاتف بثلاث كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 بزاوية عريضة 120 درجة ألترا وايد، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 للعمق مع فلاش ليد ثلاثي HDR وبانوراما. يمكن تصوير فيديو بدقة 4K 360 إطار في الثانية. أما الكاميرا الأمامي فقد جاءت بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.5 مع فلاش مزدوج، ويمكن تصوير فيديو بدقة تصل حتى 4K 360 إطار في الثانية. الهاتف جاء بسماعات خارجية مزدوجة، لكن الهاتف لا يدعم منفذ سماعة الرأس 3.5 ميلي. قد جاء الهاتف بواي فاي 802.11، بلوتوث، جي بي اس، NFC، كما أن الهاتف يدعم كذلك الراديو. وقد جاء الهاتف بمنفذ USB من نوع تيب سي 2.0 مع دعم خاصية OTG. ما يخص بطارية الهاتف، فقد جاء الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، حيث يمكن شحن الهاتف 60% خلال 25 دقيقة فقط. فيما يخص ألوان الهاتف، قد جاء الهاتف باللون الأسود واللون البنفسجي واللون التيتانيوم. أما بخصوص سعر الهاتف، فيبدأ سعر الهاتف من 399 دولار. ستجدون في أسفل الفيديو في الوصف وفي أول تعليق مثبت رابط مقال لجميع مواصفات الهاتف بالإضافة كذلك إلى السعر. نشكركم على حسن صغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.